دي وما يكون اللي يعني عشان دارين نستضيف زول كلكم دارين تضربوا الاستضافه. والله غايت سبحان الله سبحان الله. ايوه تفضل يا سعادتك تفضل يا سعادتك تفضل يا سعادتك تفضل تفضل. استاذ بازيوني السلام عليكم. مرحبتين يا سعادتك. مساك الله بالخير مساك الله بالخير يا استاذ بسيوني مساك الله بالخير. اديك العافيه يا سعادتك يا اخ منورنا والله. الله يديك العافيه ان شاء الله وربنا ان شاء الله ينصر القوات المسلحه وينصر الشعب السوداني ونحن حقيقه منصورين بقوه الله وبفضل الله وبجهود الشعب السوداني. ربنا يكرم الشعب السوداني شعبي ما يستاهل والله هذه المصائب اللي حلت بيه والله. اديك العافيه يا سعادتك يا سعادتك. الشعب السوداني ده عنده مليون سؤال والشعب السوداني ده عنده مليون سؤال ودار يطمئن ودار يعرف والغنى سمع في خشم سيده. اتفضل يا سعادتك. الله يديك العافيه يا اخي. أول حاجة أنا قبل ما أخش في أزينتك وأرد لك أول حاجة أنا والله عندي أحيي الشباب السوداني الأولاد الصغار واللي جندوا وشالوا سلاح وخشوا عشان عرفوا قيمة الوطن وعرفوا إنه الوطن من غير جيش ما يسوى. اتجندوا جزاهم الله خير أطفال تدافعوا والله في حمد السلاح وفي الصفوف الأمامية. ربنا إن شاء الله يوفقهم يا أخي لأنه دي اللحظة اللي بيخشوا فيها أولاد البلد. دي اللحظة اللي ممكن يقيفوا فيها. دي اللحظة اللي بيشيلوا فيها السلاح. دي لحظة الوطن. دي ما فيها تحزب. دي ما فيها سياسة. دي ما فيها أنت كده وأنا كده. دي فيها نحن سودانيين والوطن معرض لأكبر خيانة أكبر خيانة. الجيش السوداني الان ما بيحارب في الجنجويد المقطعين دي. لا الجيش السوداني بيحارب في كميه من الدول. الجيش السوداني بيحارب في دول كثيره يا بسيوني. كتر خير الشباب. نعم. والله الوضع التدافع في الميادين البيو اللي بترجعوا بيبكي. ونشكر الاخوه انا حرجعك لورا. الاخوه في الكفاح المسلح ناس الحركات عموما حركة خليل فضل. ابراهيم وحركة مناوي جميع الحركات لانه واصل احنا بنحقق 2008 شهر 5 الشعب السوداني بيتذكر لما دخل خليل ابراهيم. والله وبالله انا في اندرمان لحد ما دخل الخرطوم بنيت استلام سلطه لا كسر دكان لا اعتدى عليه مواطن لا عمل شيء. الاسواق يوم مارين في اسواق بانت كانوا بيشتروا بحقهم. ناس جايين يحاربوا الجيش السوداني في الخرطوم جايين من الاقصى الغرب بعتاد بعربات والله ما اعتدوا عليه مواطن ولا في بلاغ السجل فترة دخول الحركات للخرطوم عكس ان احنا شايفينه هنا. الناس دي يا بسيوني هم ما سودانيين. انا بديك الحقائق حقتهم هم يعلموا تماما الكلام اللي احنا بنقول فيه. الناس دي ما سودانيين. الناس دي جايين من نيجر وجايين من تشاد دي ما اخلاق سودانيين. ما في سوداني بيعمل كده. اختلف معك سياسيا اختلف معك عقائديا لكن ما بصر المرحله اللي هم بيتعاملوا بها. الناس دي هم قالوا جايين لحرب الجيش السوداني. يا اخي مرحب بحربك مرحب بحربك ومرحب بجيتك يا اخي لكن انت الان ما شغل مع الجيش السوداني. انت بتضرب من طرف انت بتحتج على المواطن. انت الجيش خليته بجنبه. انت شغال مع المواطن. انت شغال نهب. انت شغال سرقه. انت شغال قلع. انت شغال شغل ما عنده علاقه بالحرب. الحرب عنده وصوله يا بسيوني. الحرب عندها وصولها. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى الجيوش كان بيوصي فيها الا يعني
أن لا يحرقوا زرعا ولا يعتدوا على راهب ولا كبير ولا امرأة ولا مسن ولا المسألكم ديل الآن خشين نهب وسرقة. وللأسف الشديد للأسف الشديد هؤلاء المرتزقة ومن أتى معهم لبوا معاونة من بعض الشباب السوداني. وأنا بعتبر الزول اللي بيتعاون مع الناس ديل هو والله جاهل. أول حاجة جاهل بأمور الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث وقال من أعان في قتل مسلم ولو بشق كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين جنبيه آيس من رحمة الله. ده ما بيعرف الدين أصلا. لما أنت توشي والله تجيب عشان بيدوك 2000 والله 3 والله 10 عشان تدول على فلان الفلان عنده قروش، عشان ما هؤلاء الحرامية هؤلاء الأنجاز يمشوا عشان ما يشيلوا. والله لا ينفعك انت الوسطة ولا المبلغ اللي ادوك له ولا الناس الشالوا. انت مشكلتك ما مع المواطن، انت قلت مشكلتك مع القيادة ومع الجيش السوداني لا تستلم سلطة. انت ربنا ما بارك فيك، لانه الشعب السوداني لو كان عارف العتاد اللي دخلوا به هؤلاء المرتزقة والله لاستعجب. والله يلغوا الخشوبة القيادة العامة عرباتهم أكثر من أفراد القيادة العامة. الناس دي ما خلوا زول، الناس دي جابوا ناس تشاد وجابوا ناس النيجر وجابوا ناس مالي، والكلام ده موجود وموثق وكله عندنا عشان ما يحاربوا الشعب السوداني. لقوا الدعم من منهم؟ للأسف الشديد لقوا الدعم من بعض العطار قالوا من بعض الوهم ومن بعض الأوباش ومن بعض الرمش في الخرطوم يساعدوا فيهم. دير والله ما بيساعدوا، دير والله ما بيساعدوا، دير والله ما عندهم كرامة ولا عندهم رجولة. الفيديوهات بتوري الناس الشيء اللي بيعملوا فيه والناس دير، والناس دير ما ناس حرب. الناس دير طبعا يعني بعد ما فشلوا، وطبعا الحرب بالمناسبة الحرب بتاعت المدن دي صعبة شديد من أصعب الحروب يعني. ففي ناس وجهوهم، الناس دي بالمناسبة موجهين من قبل سودانيين، من قبل ناس غادي يكونوا دارين يبقوا سلطة في البلد دي. هم اللي وروهم خش بيت الناس والدسة في بيت الناس والجيش ما بحصلك. أغلب العمليات الحربية اللي بتتم الناس دي مدسين في البيوت. الناس دي زمان زولهم ده قال يا اخي النقعة وخير النجعة، ده الكلام اللي قالوا يا اخي. والله انا اتمنى كان احنا نطلع برا، ولو شايفين الطيران فيه مشكلة والله نطالب القيادة ان تجيب ونتلاقى معاه الراجل دي راجل. لكن والله للأسف هم الشغل اللي بيشتغلوا فيه ده ما عنده علاقة بالحرب، ما عنده علاقة بالرجالة، ما عنده علاقة بالقيم. هؤلاء الناس احنا نعلمهم جيدا يعني. الناس دي الفكرة بتاعت انه يسترقوا، وبعدين الشغل ده شغل بالمناسبة هو عنده أبعاد كبيرة جدا جدا يعني. في قبيلة وبالتحديد ما يسمى بالمهرية، الناس دي بالمناسبة هم ما عندهم احترام حتى للناس اللي بيداوسوا معاهم والناس اللي بيحاربوا معاهم، ما عندهم احترام للناس دي على الإطلاق. وحتى في القبائل الشاركت بالمناسبة دي الرجرجة بتاعين القبائل دي الناس اللي أصلا هم منبوذين حرامية. أمثال بتاع الشركة اللي اسمه كيكن، هو كيكن ده قريب وقال والله زول ده عضو في لجنة شعبية ما يبقى أي عشان يدير أمر البلد دي، وهو مهمشين وكلام ما عنده معنى أصلا. الناس دي جايين من برا عربي داعين شتات، الناس دي المطرودين من برا جايين دارين لهم مأوى في السودان ده هنا ده، وهم قايلين السودان ساحل. الناس دي اللي دخلوا مع الجيش في حرب، والعتاد انا زي ما قلت لك يا بسيوني قبل ما تسالني اي سؤال، العتاد دخلوا فيه. نعم. وانا بقول لك ده عتاد والله. نعم. كان يحرر الشرق الاوسط، ولو يتوجه صح. كان يحرر فلسطين. نازل استحدو كانت ثقيله. احنا الفتره بتاعت الحكومه بتاعت ناس حمدوك الجيش ما عنده حاجه. النازل والله نحن داوسناهم والله بس بالعقيده، وداوسناهم بالخبره بس بالخبره. لكن والله العتاد الحمد لله. انا والله اطمن الشعب السوداني الان التسليح لما فيه الجيش السوداني والله لو قعد حمدوك 100 سنه ما يجيب التسليح ده. نحن الان سلحنا منه، هم الان نازل شغالين حرب اعلاميه وعندهم اسناب وعندهم بجريه، هم
اللي بيطبلوا واللي بيشتغلوا لهم هم ما عارفين في الاعلام حاجه، لكن عندهم ناس شغالين لهم. اتمنى من الشعب السوداني ومن الناس اللي بيحضروا فينا انه الاعلام ده والله اعلام كذب، الناس دي والله بيكذبوا، والحتات اللي بيخشوا فيها لما تشوف انه الجيش يتاخر لانه الوضع انت اللي وسط ناس. عندك الاقرب مثال الاذاعه، الاذاعه ماسكين فيها رهاينه، الناس دي كلها تكون عارفه المعلومه، ماسكين فيها رهاينة. مجرد ما يتقدموا هم بيهددوا بضرب القوه اللي قاعده في الاذاعه، القوه المواطنين، يا ريت القوه بتاعت الجيش والقوه بتاعت محاصريننا، المواطنين اللي قاعدين معاهم. الناس دي المواطن اللي بيدعم بيشيلوه بعربيه بيطلعوه بيجيبوا زول بدله من الشارع، الناس دي خلوا قضيتهم مع الجيش، الجيش عنده معسكرات وعنده مواقف قاعد فيها، بيخشوا بيت المال بيدسسوا في البيوت. انت الليله انا خدار ده زي زول والله بيجيبوا دغري، لكن هم الدغريه ما عندهم، لانه اساسا حياتهم مبنيه على الغش وعلى الخداع، وما انتصروا في حته، وكونه انه يستلموا منطقه والله منطقتين، لا لا، هي ده ما مقياس اصلا لحرب. يعني هو الحرب اصلا من زمن تاسيس الحرب، تاسيس الحرب يا بشون قالوا الحرب دي هي كروفر. احنا الان صح. في كامل الحمد لله في كامل الجاهزيه وفي كامل الاعتاد، والحمد لله التسليح تم منهم هم ذاتهم، كل عرباتنا اللي بيشوفوها دي هنا 100 وهنا 80 وهنا 20 وهنا 5، دي كلها داخل الحمد لله القوات المسلحه. فالناس ديل هم ما ناس حريب، الناس ديل بيجوا هنا يعملوا لهم تصوير، وللاسف هم مؤثرين على المواطن باعلامهم الكذب ده. يعني يجيبوا لنا صور يعني في المواقع اللي احنا قاعدين فيها يجيبوها يقولوا نحن استلمناها، بتلقى التلفونات الطاقه شت وحصل. الناس دي ان شاء الله والله ينتهوا لله. الان القائمين على الامر هم في اتم الجاهزيه وفي اتم الخطط الحربيه. ايوه سعادتك الصوت. ايوه سعادتك الصوت يا سعادتك. الصوت يا سعادتك. والله ما بتعمل، وكلمناكم وقلنا لكم هاي دي حاجه ما طبيعيه، الناس دي كانوا اكثر واقوى وعنصر المباغته وكل حاجه، وفي النهايه النتيجه ولا حاجه ولا شيء. تفضل يا سعادتك، قدم يا سعادتك، قدم قدم يا سعادتك. بيجي يا جماعه الصوت كيف؟ يا جماعه الصوت كيف؟ الصوت كيف يا جماعة؟ الصوت كيف يا جماعة؟
صوتنا واضح، صوتنا واضح. ادعم وادعم يا جماعه، شير، ادعم وشير ما ينزل. صوتنا واضح، صوتنا واضح يا جماعه، شير، شير يا جماعه، قلوب يا جماعه، قلوب عشان ما يضطرب، قلوب، قلوب يا جماعه، قلوب يا جماعه. محمد بلا يبلوك ثلاثه ما يخلوك تنوم الليل. مالك ما واضح، ما في صوت، انت مالك ملو، ما في صوت، اطلع. شير يا جماعه. شير شير شير. زين، اديك العافية. تمام تمام تمام. يلا شير 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 يا جماعة، ادعك وشير، ارفعوا اللايف، ارفعوا، بيجي بيجي سعادته، سعادته بيجي، ادوجة سعادته. تفضل يا سعادتك، تفضل يا سعادتك. يا جماعة شير، يا جماعة شير، شير يا جماعة، شير شير يا جماعة، ادعك وادعك وشير، شير يا جماعة، شير، هدو جاي جاي، شير شير، ادعك وقلوب، شير قلوب قلوب، ارجم الشيطان، شير. تفضل يا سعادتك، الليله هجوم شديد على اللايف يا سعادتك. والله الليله هجوم، هجوم شديد يا سعادتك. انا يا بسيول الدار اقول لك، تفضل. انه في ناس، انه في ناس هم يتغشوا بالحرب دي ودخلوا، يعني دخلوا نتيجه قروش بتندفع، وحتى الناس الجايين من برا، الناس المرتزقه، هو الشان السوداني ما بيعنيهم في حاجه، ولا الديمقراطيه بتعنيهم في حاجه. الناس دي جايين كسابه، الناس دي نفوا القضيه الاساسيه اللي هم جايين من اجلها، الديمقراطيه اللي هم جايين يحققوها في السودان. الديمقراطيه ظهرت لنا في النهب وفي السرقه وفي ما يشاهده السودانيين عامة. بالنسبة للحرب مع الناس دي، الحرب دي يعني هي انتهت تماما. الحرب دي أنا ما حقول انتهت في الثلاثة يوم الأولى، لكن الآن الحرب دي هي انتهت، يعني يمكن بصورة كبيرة جدا جدا. وإن شاء الله الأيام الجاية تحصل عمليات بتاع تشتيت كامل لكل، وهم الآن بيقوا ما في شيء. الآن الناس دي يطلعوا وجارين من الخرطوم وطالعين يفتشوا في ناس الجزيرة، ويفتشوا ما عارف في وين الجزيرة، ما فيها ديمقراطية ولا كوستي فيها ديمقراطية. انت ديمقراطيتك دي في القيادة العامة، وتذيع بيانك في الإذاعة هنا والناس تقيف تحييك، لكن الكلام ده ما حصل أصلا. هذا كله بحمد الله يعني تم استلامه، وناس كلهم تم استلامهم، وحتى الاعداد الكبيره المهوله اللي اتمسكت من اللي بتقول مسكوهم ناس التدريب، هم فكوهم على سن اولاد صغار، لكن هم طلعوا يعني ما عندهم اخلاق. يعني انت اتمسكت وفكوك، قال لك امشي اهلك، عمر 11 و12 سنه و13 سنه، وجيت راجع ثاني، جيت راجع ثاني. فالناس زي المرقوا من طريقتنا، او طلعوا من الشيء اللي هم جايين له لحاجه ثانيه. هم افتكروا انه البلد دي سايغه كده، ان احنا في ثلاثة يوم نستلمها ونزيع ونعمل مملكه، ومملكه حميتي. حميتي ما حميتي ما حميتي وين السي وذات حميتي وين حميتي؟ يعني انا غايته شايفه كده بيسهر ويتكلم، وحبيبتي انا بعتبره هو خاين، فيه غبره خاين، لانه حبيبتي بيطلع يغش ناسه، بيتكلم معاهم كده ويوجههم ويرجع تاني تاني يجيهم، وحبيبتي فيه غبره خاين. فعبد الرحيم دغلو الان شغل له في شغله، هو ذاته ما عارفه ولا عارف مودي وين. والله الحرب دي استنزفت الناس دي كلها، استنزفت والله العظيم ثلاثه المرتزقه ديل، سواء كان مرتزقه السودان، والله الجنجويد الحايمين ديل، والله استنزفتهم، والله ماتوا موت. الناس ديل والله بيموتوا بالجمله،
بيموتوا والمشكلة ما عنده قضية. يا أخي ربنا ده لو سألك أنت ما هتموت، سألك ليش يعني أنت قتلت ونهضت وسرقت وفعلت وتركت ليش؟ والله ما عندك حجة، ما عندك حجة يعني. والكلام اللي بيعملوا فيه ده شغل بتاع ده الرمغ الأخير. الناس زي الآن ما عندهم وجود إعلام، ده أتمنى من الشعب السوداني إنه والله ما يسمع بيهم، لأنه نحن في مواقعنا بتجينا الناس اللي كانوا معانا في يوم من الايام، يعني كانوا قاعدين معانا وكانوا قوه. الاذاعه دي عشان يقوموا يطلعوا منها، الاذاعه كانوا ماسكيننا يعني مش حتى الشعب السوداني كله، القياده العامه كانوا قاعدين فيها، كل المناطق هم كانوا قاعدين فيها، المطار كانوا قاعدين فيه. يعني انت قاعد لك في مطار الخرطوم، قاعد لك يا اخي ب 300 عربيه، سبب واحد يطلعك منه ما في. لكن عشان البداوس بتداوس القضية، القضية هي اللي بتداوس، ما بتداوس السلاح، لأنه السلاح ده كان بداوس، كان استلم السودان سلاح ما بداوس. والله أنا نصيحة لأي زول يعني أنت غشوك أو دخلوك يا أخي، والله أول حاجة توب إلى الله من الشيء اللي اتعمل في الشعب السوداني، توب إلى الله كويس، وبعد ده الناس دي تحفي ليك ما تحفي ليك ده موضوع تاني، لكن اول حاجه توب. شروط التوبه الاقلاع في الحال والندم على ما فات، اندم على الشيء اللي عملته. الناس اللي بيوصفوا البيوت وده بيت فلان وده بيت علان وده وقولها وده بيت فلان ومشى مات، يعني انت حتستفيد شنو؟ والناس دي لو استلموا سلطه يا بتوصف ليهم حيبوك، الناس دي عاملين لكم سلم، يعني القروش دي قروش مسروقه وقروش منهوبه وقروش، ويلفوا به هنا ويدوروا به هنا ويطلعوا به هنا. يا اخواننا الناس لو شغلت عقوله شويه، الشعب السوداني لو شغل عقله شويه، الناس اللي بيعينوا الناس دي والله العظيم هم اسوء منهم. الزول اللي بيعين الزول ده عشان ما يسرب والله يعتدي والله يتوصف لبيت والله تجيبه، والله ده اسوء منه هو ذاته. هو ما اصلا جاي ساي، هو جاي لانه حته يقعد فيها وما بقعده. وان شاء الله الجيش السوداني ده باذن الواحد الاحد الاسطوره تنتهي والكابوس حقه ينتهي، ونحن والله ما بيجيف والله لو نموت نحن ويقوم اللي بعدنا.